سلام، أهلا بتونس. تي وينك يا بنتي؟ رجعت للديمقراطية ولا ما زلت؟ أي عايش بنتي، ما تبتاش، ما كانش توجيك أختك الكبيرة تروح بيك. نحنا في المغرب الكبير والعالم العربي ما نفدلكوش مع الديمقراطية. اللي يبعد عليها أكثر من 30 متر ويخلطوا عليه الأخرين يرجعوه. لازمك تقعد في مجال التغطية متاع الويفي متاع الديمقراطية. رد بالك، راني موسع عليك أختك. هاوك البارح برك تكلم رئيسها، ما سمعتوش؟ ما هو مشي في زيارة رسمية لإيطاليا، هذه بلاد أخرى صديقة تحبنا برشا، وبيناتنا تبادل حضاري كبير. احنا نبعثوا لها مهاجرين وتطردهم، وهي تبعث لنا زبلة ونقبلوها. تحاسيل قلت لك سي تبون قال لهم رانا متفقين تماما احنا والطلاين فيما يخص تونس، لازم نقفوا معاها ونعاونوها باش تخرج من المأزق اللي دخلت فيه وترجع للطريق الديمقراطي. وكاليبيا زادة كيف كيف، ما نسيناهاش. تراه قول الشقيقة الكبرى ما تخممش فيا، هاي خمت فيك وفي أختك ليبيا زاد، خايف عليكم لا تضيعوا الديمقراطية متاعكم وتقعدوا بلاش وانتم تسيبوا في الدليل. اغزروا لها هي كيفاش تعرف تستحفظ على الديمقراطية، تستثمر فيها من أيامات المرحوم بوتفليقة حتى للحراك متاع 2019 وتوا مع تبون. تقول لها انتخابات نزيهة تقول لك كان، تقول لها إعلام حر تقول لك كان، تقول لها حريات سياسية وفردية تقول لك كان. تعلم من أختك يا تونس، ولا توجيك هي وصاحبها الطلياني ويرجعوك لثنية متاع الديمقراطية، وعاونونا زادة باش نخرجوا من الأزمة الاقتصادية، خاصة اللي قاعدين نحكيه على الزوز بلدان اللي جيوا في المرتبة الثانية والثالثة متاع أكثر بلدان عندنا معاها عجز تجاري. عام 2019 16% من عجزنا مع الجزائر و 14% مع إيطاليا، مع بعضهم يجيوا قد الصين و 30% متاحة، لا تركيا بعدهم بالضبط. والبارح زاد رئيس لفامي قال اللي وضعنا الاقتصادي كارثي ديزاسترو، يعني وقيت كان فما تحرك فيما يخص الاقتصاد. تنجموا تسرحونا شوية هكا الجعب متاع الغاز مثلا، أو كفرد مرة تبعثونا بابور ولا زوز كونتينيرات متاع ديمقراطية. مالها ديك الشقيقة الكبرى، مالها مالها، تيرانا عشرة رانا عشرة قرون، تيرانا أصحاب البارود والحركات التحرر الوطني، هذه أخرتها يا الجزائر؟ رئيسك يحب يبيع بينا غاز للأوروب في بلاست روسيا، حطتنا جزء من اللوفر متاعه. الحمد لله جا صحاب هو وسيدنا. اي حق زعما، شنو باش يكون موقف الزعيم من كلاب صاحبه؟ باش يحسبوا تدخل اجنبي ولا لا؟ خاطر كأنه بدل موقفه من 25 جويليا، رغم اللي هو وقتها فسر له الاسباب اللي دفعته وفسر له اللازم منه الكل. بون سيدنا ليه شويه تو بعد الاستفتاء بلكش نعرفوا موقفه.